بالبداية عبر سكايب. رح نروح للإعلامي حسن الحسن قبل ما نقرأ عناوين الصحف السرداء صباح هذا اليوم. صباح الخير حسن، اشتقنا لك. ونحن بالأكثر صباح النور لكم، صباح النور للمشاهدين الكرام. بس نعطيك حقك، من حوالي الشهر وشوي كنت ضيفنا وكان عندك معلومات دقيقة حول الوضع السياسي وأصبت. وبالساعات الماضية أيضا نشرت بعض التغريدات والمعلومات وكذلك أصبت. هل هي تحليلات أم هي معلومات من مش رح نقول مصادر؟ لأنه هي قصة المصادر مشكلة اليوم. تناسوا هلا اليوم أكيد التحليل ما لازم يكون هو يعني تنجيم، بده يكون منطلق من خبر. ويعني هيك تعلمنا وهذا الأصول. نعم. الواقعية بشغل الإعلام بده يكون التحليل السياسي اللي ممكن نستنتجه مرتكز لمعلومة. طيب بدنا منك بما انه الانترنت ما بعرف عامل فريز الصورة، عم نسمع صوتك مع صورة او نرجع نطلبك، خليك معنا حتى نتابع هذا الموضوع. يعني بالانتظار انه يرجع ينضم لنا حسن الحسن. معظم الصحف اليوم تحدثت عن التدقيق الجنائي، عن خطوات رئيس الجمهورية اللي اعلن بالساعات الماضية انه رح يقوم فيها، وإضافة إلى اللي حصل بمدينة بشر ليلا واللي عم بيصير بالبقاع بين الهرمل وبعلبك، وأيضا تدخل الجيش في هذه المناطق، إضافة إلى الوضع الحكومي اللي عم بيراوح مكانه. خاصة بعض الصحف بتقول أنه هناك احتمال لقرب تشكيل هذه الحكومة، مرتكزة لبعض المعلومات يمكن للي ما قاله امبارح نائب رئيس مجلس النواب إلي الفجلي من على منبر الأو تي في، بأنه كل شيء ركب وظابط، وحتى قصة وزارة الداخلية ما في عليها إشكال وحسمت هذه المسألة. لنشوف يعني الساعات المقبلة شو راح تبين لنا بهذا الموضوع وبالمسائل الأخرى. بانتظار انضمام حسان. يبدو أنه فقد الإنترنت عنده، مش عم نقدر يطلع معنا عبر سكايب. خلينا نروح لعناوين الصحف طالما بعد عنا وقت وبانتظار انه يتحسن وضع الانترنت ممكن عملنا جولة حسن. بس خلينا نقول انه اليوم ما في صحيفة النهار من 50 سنة بسبب كان عيد الاستقلال بوقتها، واحتجبت ثاني يوم الصحف عن الصدور في بيروت. نبدأ مع صحيفة الأخبار الصادرة اليوم، عنوانت التالي: بومبيو عقوبات لمن يشكل حكومة مع حزب الله مع علامة استفهام. وطبعا الحكومة إلى العام المقبل هيك بتشوف الصحيفة أنه ما رح يكون في تشكيل حكومة قبل سنة الجاي، يعني يمكن بعد شهر، مش عم نقول أكتر ويمكن أكتر. وأيضا بالصورة السعود إسرائيل حلف بوجه المقاومة، لأنه البعض حلل أنه اللقاء اللي صار ولو نفيته السعودية، ولكن التحليلات اللي كانت بالصحف امبارح والمواقع الإلكترونية تشير إلى أنه اللقاء ليس لمسألة التطبيع ولكن لوضع خطة لمواجهة إيران، وأنه هناك اتفاق إسرائيلي سعودي حول هذه المسألة. طبعا هذه الأمور تبقى رهن الأيام المقبلة، تبرهن إذا كان في من هكذا مخطط أم لا. الجمهورية بدورة عنونت عون والحريري حرب معايير مفتوحة ولقاء بين بن سلمان ونتنياهو مع علامة استفهام. يعني هذا الموضوع كمان شغل الأوساط بالمنطقة على هذا الموضوع، خاصة حول علامة استفهام طبيعة هذا اللقاء وشو المواضيع اللي تم النقاش حولها أو لم يحصل هذا اللقاء، والجانب الإسرائيلي أراد بث هكذا معلومات بهدف ماذا، وهنا علامة الاستفهام الأكبر. ننتقل لصحيفة اللواء: مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود، فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟ أولوية عون التدقيق الجنائي والانتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية. ونتابع: في ديار لبنان في عين العاصفة ضغوط وابتزاز بانتظار نهاية الفوضى الأمريكية، الرياض تتشدد حكوميا وتحذر الحريري من الاستمرار في تغطية حزب الله، باريس تنصح بالتريث، وإسرائيل تخير الرئيس عون بين التطبيع والجوع. ونتابع مع كاريكاتير الجمهورية: فرار أكيد فرار واعتقال لعشرات المساجين، إذا الخس ب 9000 أنا راجع على الحبس.
100% الغلاء اللي صاير بالمواد الغذائية يمكن هيك بتكون السجن أفضل من السجن الخارجي اللي محوطتنا فيه الأسعار والغلاء بالمواد، خاصة القصص الغذائية الضرورية يومية. عندنا شكوى بمنطقة البقاع الشمالي، إحدى المستشفيات، بيقول صاحب الشكوى: مريضة تعاني من الكورونا مع شخصين بالغرفة. أوف. ما بعرف، هيدي برسم وزارة الصحة، عندنا شكوى واسم الشخص. ما بعرف شو عم بيصير اليوم بهذه الموضوع. يعني يبدو أنه ما رح يكون قادر ينضم لنا عبر سكايب حسان، رح ناخده عبر الهاتف. صباح الخير من جديد حسان. صباح الخير. مش الحال؟ يلا أكيد. ما بعرف، مش الحال، هات لنشوف. يلا مش الحال، يلا مش عظيم، الحال. اوكي. انحلت. لكن كنا عم نحكي انه انت ما بين المعلومات اللي عندك اياها والتحليل، اخر المعلومات شو، ماذا تفيد؟ هلا آخر المعلومات اللي واضح بموضوع التأليف، ما في شيء، يعني ما وصلوا للمعنيين بالتحديد رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ما وصلوا لخواتم سعيدة. يعني هذا الأمور معرقلة. رئيس الحكومة المكلف عم يفرض شروط يعني لا يمكن رئيس الجمهورية يوافق عليها، لأنه اليوم ما في فخامة الرئيس مشدد على موضوع مراعاة التوازن. ما معقول اليوم حكومة تروح على مجلس النواب كتل نيابية وازنة ورئيسية يكون ما لها أي حتى رأي، حتى مجرد رأي بهذه التشكيلة، وبدها تروح تعطيها ثقتها على أي على أي أساس؟ أساس الفرز اللي عطى امبارح هيك أجواء هلا إيجابية أنه هذا ومن شي جمعة عطى أجواء ما طلعت صحيحة، يعني مع احترامنا لدولته، بالمعلومات عم نحكي مش بالتحليل. أكيد. الأسبوع الماضي أو وقت، أو يعني يمكن من شي 10 أيام لورا، دولة الرئيس عطى تفصيل انه انتهيت، يعني خلال خلصت 10 دقائق صح. بدها تبين التشكيله. ما في منه هذا الحديث. بعد الامور معرقله، لانه في ضغط خارجي على رئيس الحكومه المكلف، وفي تهديد له بادراج اسمه على قائمه العقوبات. هذا الاساس هون، وفي الحقيقه هو العنوان الحقيقي الكبير اللي عم يصير بالضغوط الخارجيه. في ضغط كبير على محور المقاومه بالمنطقه. واليوم بالمفهوم الامريكي وبالواقعيه السياسيه، يعني لبنان هلا اليوم جزء من هذا المحور، ما حدا في يقول غير هيك. ده سبب وجود المقاومه بقلبه، لانه بلد رافض يعني متمسك بحقه بترسيم الحدود، رافض التوطين. والخطه الكبيره هي اليوم اللي عم تصير مثل ما عم نشوف، هي عنوانها دمج اسرائيل بالمجتمع هون. نعم. وهذا الموضوع يعني اليوم صار عمره عشرات السنين، عم يرجع الولايات المتحده الامريكيه تجدده، وشفنا نحن كيف دول الخليج ماضي بموضوع التطبيع من دولة لدولة، وصولا للساعات الأخيرة اللي نحكي عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للسعودية. للسعودية. هلا بهذا الأجواء بالتأكيد، يعني كل فريق ممكن يكون معارض لهذا النهج، معارض لموضوع التطبيع. نحن عندنا بلبنان عم نطالب بحقنا، اللي هو أقل شيء إنه نعرف مصير الفلسطينيين. يعني كمان موضوع النزوح السوري اللي عملوا لنا اياه متعمد على لبنان، شفنا امبارح كيف منطقه بشري خسرت شاب من ورا صحيح. الفلتان الامني، من ورا فلتان الله النزوح. يرحمه. وقت اللي تكتل تغيير والاصلاح بذاك الايام كان بيرأسه فخامه الرئيس، طالبوا بعوده النازحين السوريين على بلدهم، اتهمونا بالعنصريه واتهموا ان الرئيس عوض الوزير والنائب شيران باسيل بالعنصريه. شفنا نحن اليوم احد نتائج هيدي عم نحكي فيها نحن من ساعات قليله شو صار، تفلت. شفنا كيف كمان من ايام واجهوا الجيش اللبناني على الحدود، صار مواجهه كبيره كثير، كان كمان قوام يعني المجموعات الارهابيه مشكله جزء منها من السوريين ومن الفلسطينيين. نحن مش عم نتهم الفلسطينيين والسوريين بالارهاب، ولكن عم نحكي يبدو انه هالتعمد لدفع النازحين الى لبنان كان في اهداف شفناها قبل، لأن حتى بالضاحيه الجنوبيه وتصار وبيروت وبالهرمل عندما يعني من خلالهم تفوت مجموعات بهدف تنفيذ هذه السياسة. عمليات انتحارية إذا لاحظنا. اليوم مطلوب بكل، رحنا يعني على محل تاني بس إنه لنفتح هلالين بهالموضوع، مطلوب إعادة النازحين لبلدهم طالما إنه البلد صار سوريا بلد آمن. وحتى بعز المعارك والأزمة، وزير المصالح السورية السابق علي حيدر عطى عرض وقتها انه المعارض السوري او بيعتبر حاله معارض للدوله السوريه ممكن نقله لاماكن اللي فيها معارضه،
وهذا الشيء اللي صار وقت نقلوا المسلحين اللي كانوا بالسلسله الشرقيه بجرود القاع وجرود عسال على على سوريا. فاذا صحيح. الموضوع يعني في تجربه صارت، وحاليا نحن رجع بفضل بواسطه الامن العام وايضا مساعي من لجنه اعاده النازحين بالتيار الوطني الحر 391 الف وشوي، يعني نسيت الرقم حقيقه قديش، بس 391 الف عادوا على سوريا. وما عادوا حدا سمع ابدا، انه صار لهم شيء. ما صار شيء. وحتى كان الامن العام، وانا عم نحكي على الهواء، الامن العام اللبناني وقت كان راجع على الاجهزه الامنيه السوريه، اذا حدا مطلوب بجرم او باي مذكره معينه قضائيه او امنيه او استدعاء امني، كانوا يبلغوا الامن العام اللبناني انه فلان الفلاني مطلوب بمراجعه، لحتى ما يصير في اي غلط يتوقف حدا ويقولوا ها استدرجوهم لحتى يوقفوهم لحتى يقتلوهم، ومن هالاخبار هيدي اللي كانت نعم تطلع. نعم فاذا اليوم مطلوب ارجع هالموضوع كثير يضغطوا فيه، خلينا يعني هذا حقنا، انه نحن في عندنا ازمه اقتصاديه ضغطه، في عندنا اليوم كمان اكتظاظ، وعن في موجه جائحه كورونا، مفروض يلتقى حل هالموضوع، لانه امبارح اللي صار ببشري شيء كان يعني منه يعني حقيقه مستنكر تحيتنا لكل اهالي مستنكر. بشري. وانا برايي هيدي نتيجه طبيعيه، وممكن نشهد اعمال تانية، لانه شدنا قبل عمليات انتحاريه، وشدنا قبل عمليات ارهابيه، وهلا عم نشهد جرائم وايام تحشر بقاصرات وبقاصر، يعني هذا مواضيع كثير. حتى بالعلم الامني في دائما كثافه معينه من السكان، بغض النظر اذا كانوا سوريين او كانوا يمكن اسبان، ما بعرف شو هن، في عدد معين بحاجه هن لنقاط امنيه، مخافر لكل مجموعه معينه من السكان، بحاجه هن لمجموعات امنيه تقدر تامن حمايه صحيح يعني هالاكتظاظ وهالانتشار البشري. وضبط نحن ما الوضع. عندنا اجهزه امنيه كافيه حقيقه لليوم، وما طب في امكانيات بالسياسة، بالسياسة حسان، ويعني الوضع الحكومي بحد ذاته مرحلة لسنة الجاي، مثل ما بعض الصحف عنونت يعني لا حكومة بالمدى المنظور. هلا المعطيات انا ما بعرف بين سنه او للسنه الجاي او لبعد سنتين، هذا موضوع حقيقه ما فينا نقدر نعرفه بانتظار شو؟ بدي الزمنيه، فينا نقول المعطيات الحاليه اللي موجوده ما في شيء بيأشر انه في حكومه. واذا كان عم نحكي انه ممكن اليوم ذكر بعض وسائل الاعلام انه الرئيس سعد الحريري احتمال يقدم تشكيله لرئيس الجمهوريه لحتى يعني مثل ما بيقولوا يرفع المسؤوليه عن نفسه ويدفع يكب تجاه الطابه بملعب الرئيس. بملعب اي طبعا، يعني يوصف الطابع على ملعب الرئيس. الرئيس واضح من اول الطريق، قال له راجع الكتل النيابيه. نعم وصلنا لمرحله انه نعم. حتى دولته ما بده يعطي رئيس الجمهوريه ولا وزير، لانه وزير الدفاع والداخليه كمان بده يكون له راي فيهم هو. نعم خلينا بس نسال سؤال اخير، يعني حتى يتطوب امبراطور صحيح وتصير هيدي هون نسميها حريرستان يعني بدل لبنان. ما في سؤال كده. اخير حسن الحسن، هو بيعرف انه ما راح يمشي الحال، طيب بس خلينا نسال عن التدقيق الجنائي، ما هي المعطيات او شو راح يصير بالساعات المقبله؟ هلا الشيء الاكيد انه فخامه الرئيس مصمم، ما بعرف شو الخطه، مشان دغري انا عم استبق، ما بعرف شو الخطه اللي عنده، بس انا باكد لك تاكيد راح يرجع، وعندي معلومات دقيقه انه فخامه الرئيس في عنده شيء هو وفريق عمله بهذا المجال. جوبه بجلسة الأربعاء هذا الموضوع لتضييعه. طبعا أنا حتى أنا تعودت إنه إذا شغلي ما بعرفها ما بحكيها. طيب. ما بعرف. في عندنا فكرة لشار اللي بعت لي إياها هلا، بيقول ليش ما بتصير جلسة نيابية علنية على كل وسائل المحطات التلفزيونية، وكل نائب يسمى يطلع يقول إذا كان مع التضييع أو لا، ضد التضييع الجنائي، هل بتحل سلموا الأمور؟ سلموا النعابة، ما كانوا طيروا التضييع من الأساس معنا شيء. تحياتي لخينا شار، بس يعني واضحة أكيد ما يعني كانوا يطيروه. نعم لو كانوا جديين ما كانوا خلوا يعني تضييق جنائي يطير، بده يعملوا جلسة علنية. انسى. طيب شكرا لك حسن الحسن عبر يمكن سكايب، يمكن الوقت شوي كان ضاغط، بس داي اكيد رح يكون لنا لقاءات اكيد معك معك حسن، يومك مبارك، شكرا لك. قبل ما